مشاهدينا مساء الخير ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج ضيف خاص، ويسعدني طبعا أن نتوقف في هذه الحلقة عند ما قد يعتبر في الساحة السياسية بحدث، خاصة عند جزء من اليسار وبالضبط فيدرالية اليسار الديمقراطي، ونقدر نقول أن ربما أخيرا استطاعت أن تصنع حدث من خلال قرار صدر عن الهيئة التقريرية للفيدرالية في الأيام القليلة الماضية بالاندماج في حزب واحد. طبعا غادي يكون حدث غير مسبوق على الأقل في العقود القليلة الماضية، وأقصد أنه أن تتحول ثلاث أحزاب وتنحل لتتوحد في حزب واحد. كانت تجارب مغايرة ولكن ربما ماشي بنفس الشكل، وقد نتفق ربما ماشي تبن صنمو الأحزاب اللي يمكن نقدروا نقولوا أخيرا قررت اندماج ودعات واحد السقف اللي هو ما بعد الانتخابات. وغادي نعرفوا علاش ما بعد الانتخابات وماشي قبل الانتخابات، علاش ما يمكنش يكون قبل الانتخابات، بل خصنا نعرفوا أيضا علاش سنوات ربما حوالي 6 سنوات وهذه الأحزاب كتشتغل في صيغة الفيدرالية وما استطاعش هذه المدة الكاملة، وكنقصدوا بهذه المدة ماشي الزمن العادي وإنما الزمن السياسي، ما استطاعش أنها تندمج في حزب واحد. شنا هي المشاكل اللي ما خلتهاش تندمج في حزب واحد؟ واش بقى هذه المشاكل ولا لا؟ أكثر من هذا وذاك، هل هناك إجماع أو إحساس عام بضرورة انتقال من صيغة الفيدرالية إلى الحزب الواحد؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى يسعدني أن أناقشها مع ضيفي الأستاذ علي بوطوالة، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وهو أيضا من الأحزاب المعنية بهذا الموضوع. سي بوطوالة، شكرا على قبول الدعوة ومرحبا بك. شكرا على الاستضافة، أهلا وسهلا. طبعا كيف ما لاحظتوا في التقديم كاين واحد عدد ديال الأسئلة اللي غادي تكون محور ديال هذه الحلقة، ولكن نبغي نعرف أولا والمشاهدين كيشوفونا تحطنا في الصورة الحقيقية إلا كان ممكن ديال الاجتماع الأخير ديال الهيئة التقريرية اللي تعقد قبل بضعة أيام واللي تخدا فيه القرار بالاندماج. سمعنا وقرينا بأنه كاين هناك أصوات رافضة لهذا الاندماج، وكاين اللي تعتبر أيضا بأنه هذا الاندماج ربما سيشكل خطرا على الأحزاب الثلاثة كلها. تفضل سي علي. شكرا. في الحقيقة الاجتماع الأخير للهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي كان اجتماعا تاريخيا بكل المقاييس، سواء من حيث عدد المشاركات أو من حيث عدد التدخلات، وأهم من ذلك يعني الخلاصة التي توصل إليها والقرارات التي اتخذها. اولا يعني بالنسبه لي مثلا عدد التدخلات كمؤشر على حيويه الاجتماع والنقاش العميق الذي عرفه، وصلت عدد التدخلات لما يفوق 75 تدخل بما فيها تدخلات الامناء العامين الثلاثه، وعلى هذا المجموع يعني كان 56 تدخل مع الاندماج، مع تحديد سقف معقول للاندماج مباشرة بعد الانتخابات، واستقر الرأي من طبيعة الحال من بعد على مهلة أو هامش ما بين 6 أشهر إلى سنة بعد الانتخابات، وهذا يعطينا يعني سنة إلى سنة ونصف من التحضير، وقد تستمر إلى 2 سنين من التحضير يعني الهادئ والرزين لإنضاج كل شروط الاندماج ولتحقيق أو لإنجاز ما تبقى من البرنامج الذي قررته الهيئة التقريرية ما قبل الأخيرة في 2 فبراير 2020، وذلك البرنامج الذي تشكلت لجان لإنجازه، ولكن مع الأسف بسبب جائحة كورونا تعطر إنجاز البرنامج. هناك لجان التي حققت ما يفوق من 50-60% من أشغالها من برنامجها، ولكن لجان أخرى تعثرت أشغالها، ولكن على العموم كل لجان اجتمعت وبدأت في الاشتغال، ولكن البرنامج يعني لم يتحقق بالكامل، وهذا ما فرض علينا في نهاية المطاف، وخاصة بعدما أعلنت وزارة الداخلية في أغسطس الماضي عن تهيئ الانتخابات واستدعت الأحزاب
واستدعتنا أيضا لحضور اجتماعات الأحزاب للتحضير للانتخابات القادمة. فتبين من بعد أنه من في نفس الوقت بين صيرورتين، صيرورة التحضير للانتخابات بما يتطلب ذلك من انسجام ومن تفاهم ومن توافق، وصيرورة التحضير للاندماج بما يتطلبه من تعميق للنقاش ومن تعدد الرؤى ومن مقاربات قد تختلف حول القضايا المطروحة. إذن صيرورة الاندماج عمليا انطلقت منذ أن وافقت التقريرية على تشكيل لجان، ووافقت على برنامج لاشتغال هذه اللجان حول الهوية والخط السياسي، ثم حول المقاربة التنظيمية، وحول علاقة النقابي العمل النقابي والعمل السياسي، وكذلك حول الانفتاح والتواصل مع الفئات المتعاطفة مع الفيدرالية. إذن عمليا الصيرورة كانت قد انطلقت، ولكن لم تكتمل مع الأسف كما كنا نتوقع قبل الانتخابات. وهذا طبيعي، هذا طبيعي في كل صيرورة سياسية هناك محطة. علاش طبيعة السي بطوالة؟ لماذا تقول بأنه طبيعي؟ هناك من يقول بأن ربما أنه الفيدرالية أضاعت نوع من الوقت، يعني أضاعت بعض الوقت في الوصول إلى هذه المرحلة. أنتم تعتبرون الأمر طبيعي، هناك أصوات التي قالت بأنه الأمر ربما تأخر شيئا ما. كيف تردون على أصحاب هذه المقاربة؟ فعلا إذا احتسبنا كما يقال الزمن السياسي بالخطوات المنجزة، طبعا نلاحظ أنه كان هناك بطء، كان هناك بطء، لكن لا بد من التذكير أن الفيدرالية حينما تشكلت في 2014 يلاحظ أن هناك بطء في تحقيق الاندماج بالنسبة من طبيعة الحال للرفاق والرفيقات الذين كانوا متحمسين لتحقيق الاندماج قبل الانتخابات القادمة. ولكن لا بد من التذكير بأن الاندماج لم يتم الحديث عنه أول مرة إلا بعد انتخابات تشريعية لأكتوبر 2016، أي في نهاية 2016. ولماذا؟ لأنه تلك الانتخابات أبرزت الحاجة إلى قوى يسارية سياسية، إلى قوى يسارية وازنة في المشهد السياسي. لماذا؟ لأن القوى اليسارية التي كانت تشكل قطبا بارزا في المجتمع تراجع دورها وخطابها السياسي فقد مصداقيته، وعمليا المشهد السياسي، التوازن داخل المشهد السياسي اختل بين القوى الأصولية واليمينية من جهة، وبين القوى اليسارية. فلإعادة التوازن لهذا المشهد ولتعبئة يعني الهيئة القاعدة الناخبة والجماهير المتعاطفة مع اليسار، أو كما يقال تجاوزا شعب اليسار، كان لابد من تشكيل قوى أو قطب جديد طبعا لإعادة التوازن للمشهد السياسي، ولإعادة الاعتبار لخطاب اليسار ومصداقية للخطاب اليساري. ولذلك فعمليا لم نشرع في النقاش على مستوى الهيئة التنفيذية حول ضرورة الاندماج والحاجة للاندماج إلا في بداية 2017، إلا بداية 2017. ومنذ ذلك التاريخ طبعا بدأنا في عدة خطوات تمهيدية، وتقرر من بعد اعتماد برنامج له شق إشعاعي وله شق تكويني داخلي، ولكن من بعد أيضا تبين بأنه ذاك البرنامج غير كافي، وتم اعتماد برنامج أكثر تفصيلا وأكثر دقة في سنة 2000 وفي الهيئة التقريرية ما قبل الأخيرة، وتشكلت لجان لتنفيذ وإنجاز ذلك البرنامج في أفق إنضاج كل الشروط الضرورية لتحقيق اندماج ناجح. إذن هذه هي الصيرورة باختصار التي تبعناها، والتي فرضت علينا الظروف، سواء على المستوى يعني الشروط الداخلية، شروط العمل الداخلي للفيدرالية، لأنه كنا قررنا عقد ندوات وطنية، وعقدنا تمكنا فعلا في صيف 2019 من عقد ندوة فكرية ناجحة بالدار البيضاء. ولكن الندوة التنظيمية التي كانت مقررة في نهاية 2019 تعثرت، ومن طبيعة الحال بعدما جاءت الجائحة لم يعد ممكنا عقد أي ندوة أو أي اجتماع كبير بشكل حضوري، وفي غياب الاجتماعات الحضورية يغيب التفاعل المباشر ويغيب تعميق النقاش، ويصعب فعلا تحقيق في الاجتماعات عن بعد ما يمكن الوصول إليه في الاجتماعات المباشرة.
ولكن مع ذلك سامحني نشارك معك، هناك من ظل يعتبر بانه يعني كنتكلموا على التاخر، وكنتكلموا هذا الشيء طبعا جزء منه يعرفه المتتبع لشؤون ديال الفيدراليه، بانه هناك من يعتبر بانه كاين مازال خص باقي الوقت الشروط توفر، كاين اللي كيعتبر بان الظروف وان الشروط جزء او الحد الادنى منها توفر بواحد نسبه معينه، وانه يجب الانتقال الى مرحله الحزب. اللي بغينا نعرفه السي بوطوال الان هو انه عندما نتحدث على هاد المقاربتين، هل تحسون بانه طبعا هناك توجه عام قرار اتخذ، ولكن هل تحسون داخل الفيدرالية كل المكونات هي متحمسه لهذا المشروع؟ موضوع فيه العديد من الامال، ولكن هناك من يعتبر بانه فيه نوع من التخوفات على أي حال. انا قرات بانه كاين اللي كيعتبر بانه ما خصناش كاع عند اولا هو اولا هو لابد من تذكير بعض لابد من تذكير بعض الحقائق. اولا كل المجالس الوطنيه للاحزاب الثلاثه كانت قررت الاندماج واقتنعت بالاندماج، والاحزاب ومن طبيعه الحال حينما نتحدث عن المجالس الوطنيه عن الهيئات التقنيه للاحزاب الثلاثه فبمعنى نتحدث عن التوجه العام السائد داخل تلك الهيئات التقريريه. لم يكن طبعا هناك اجماع داخل المجالس الوطنيه، ولكن البيانات التي صدرت عن المجالس الوطنيه للاحزاب الثلاثه كلها اقرت بضروره الاندماج وبالحاجه الى الاندماج، وانه لا يمكن البقاء في هذه الوضعيه منزله بين منزلتين، اي اكثر من تحالف انتخابي ولكن اقل من حزب مندمج ومنظم ومنسجم. إذا هذه وضعية صعبة، ولذلك كان لابد من التفكير في الخروج منها. ولكن ما حدث هو أنه بعد انعقاد المؤتمر الأخير لرفاق في الحزب الاشتراكي الموحد، يعني ظهرت مقاربة جديدة، هو أنه لا ينبغي أن نستعجل، ولكن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد نفسه آنذاك الأخير كان أقر بتحقيق الاندماج في أفق منظور، وكلف الهيئة التنفيذية والهيئة التقريرية بالعمل على تحقيق الاندماج في هذا الأفق المنظور. والأفق المنظور من طبيعة الحال هو قبل المؤتمر القادم، أفق المنظور هو قبل مؤتمرات الأحزاب الثلاثة القادمة. فمن غير المعقول أن يبدأ، خاصة أنه الآن بقوة القانون، قانون الأحزاب يفرض على الأحزاب الثلاثة أن تعقد مؤتمراتها مباشرة بعد انتهاء المدة بعد 2020. بمعنى إذا ذهبت الأحزاب الثلاثة كل حزب يهيئ مؤتمره وتتشكل قيادة جديدة وربما تخرج بقرارات أخرى جديدة، فآنذاك سيصبح الأمر أصعب وقد تخلق معطيات جديدة تحول دون تحقيق الاندماج. لذلك كان لابد من الحسم في هذا الموضوع، وبدل أن تتوجه الأحزاب الثلاثة بعد الانتخابات إلى عقد مؤتمراتها العادية، بالعكس أن تعمل على تحويل تلك المؤتمرات العادية إلى مؤتمرات استثنائية. لماذا؟ للمصادقة على الاندماج وحل نفسها للاندماج في حزب واحد، ولكن بعد من طبيعة الحال بعد أن تكون الشروط العامة قد تهيأت والظروف أصبحت أكثر والاستعداد والإرادة السياسية أصبحت أكثر وضوحا، آنذاك يعني بعد تجاوز الصعوبات نتمنى أن تتحول المؤتمرات القادمة للأحزاب الثلاثة إلى مؤتمرات استثنائية. لماذا؟ لأنه ستكون الخطوة الأخيرة في القرار في الاندماج، التحقيق العملي للاندماج. هناك من يتحدث ضمن هذا السياق ديال توفير شروط ومتمنيات ديالكم أن توفر شروط وتجاوزوا الصعاب خاصة في هذه المرحلة الانتقالية، هناك من يتحدث داخل الفيدرالية لأنه ما زالت هناك خلافات على مستوى الفكري والسياسي وحتى التنظيمي والشكل الذي سيتخذه هذا الحزب. إلى أي حد هذا النقاش صحيح داخل الفيدرالية؟ أولا ينبغي توضيح مسألة أساسية في العمل السياسي بشكل عام داخل الحزب الواحد وليس فقط داخل تحالف أحزاب أو داخل الفيدرالية، يستحيل أن يكون هناك إجماع 100% على موقف معين أو على تقدير معين، فدائما تكون هناك يعني اختلافات في المقاربات وفي من طبيعة الحال هذا إذا كانت تحكمون مرجعية عامة أو برنامج عام. فبالأحرى أن يكون الأمر يتعلق بفيدرالية لثلاث أحزاب تهيئ للاندماج. إذن
انتظار وصول أو تحقيق إجماع داخل كل حزب وداخل الأحزاب الثلاثة للوصول للاندماج، هذا يعني في فكرة طوباوية ومستحيلة، لن تتحقق، بل حتى إذا تحقق اندماج وتشكل الحزب الكبير من الأحزاب، من الأحزاب الثلاثة ومن أيضا فئات أخرى خارج الأحزاب الثلاثة متعاطفة مع الفيدرالية، حتى إذا تحققت هذه الخطوة الكبيرة سيبقى هناك رفاق ورفيقات غير مقتنعين ربما بالاندماج ومعارضة للاندماج، إما لأنهم تخوفوا على فقدان مواقعهم داخل الهيئات التقريرية أو التنفيذية للأحزاب الثلاثة، إما لأنهم يعتبرون أنه تم التنازل على بعض المواقف، أو يعتبرون أنه الأمر يتعلق بقناعة أساسية ومبدئية لم تتهيأ بشكل كافي لدى الجميع. وطبعا تعرفون أنه إذا كان من السهل الاتفاق على برنامج سياسي وخطوات سياسية، من الصعب جدا على المستوى النظري والمستوى الإيديولوجي حصول إجماع، هذا مستحيل على المستوى الفكري أن يقع هناك إجماع، ولكن التوجه العام، التوجه العام ينبغي أن يكون متوافقا حوله، سواء تعلق الأمر بالمشروع المجتمعي بالخصوص، أو تعلق الأمر بالاستراتيجية السياسية، أو تعلق الأمر بالتكتيكات المتبعة لتنفيذ تلك الاستراتيجية، أو تعلق الأمر بالشكل التنظيمي أو الهيكل التنظيمي، أو تعلق الأمر بعلاقات العمل الحزبي مع العمل النقابي ومع العمل الجمعوي ومع بطبيعة الحال العمل الجماهيري بشكل عام. اسمح لي، وحنا كنستضفوا السي علي بطوله القيادي في الفيدراليه، كاين بعض الاسئله اللي يمكن كتطلب فقط توضيحات الاقل والاكثر. هناك من يتحدث ايضا على انه المشروع يعني في واحد المرحله معينه تاثر حتى ربما بشخصنه بعض القضايا، او بعد بغينا نسميه بعض الصراعات في بعض الاحزاب المكونه الفيدراليه. لمستوا انتم فعلا هذا الاثر ولا فقط هذه مجرد ربما يعني فعلا هو في بعض اللحظات تعرفون، وهذا هو في الحقيقة صعب في العمل السياسي بشكل عام، وحين يكون هناك الأمر يتعلق بتقدير موقف بقضية من القضايا بمستجد من المستجدات، سواء في العمل البرلماني أو في العمل السياسي بشكل عام أو في المجال الاجتماعي، في بعض الأحيان تصدر ردود فعل وتصريحات قد يؤولها بعض يؤولها الآخرون بشكل يعني غير صحيح أو بشكل مبالغ فيه. وطبعا حينما تكون هناك مواقف ومواقف مضادة وتصريحات وتصريحات مضادة، هذا يخلق تشويشا في حقها، يخلق تشويشا كبيرا ويؤثر على جميع المناضلين. وقع هذا الشيء، وقع في واحد المرحلة معينة طبعا، لأنه الأعضاء القياديين هم في نهاية المطاف بشر، هم في نهاية المطاف وهم لا ليسوا فقط آلة سياسية، هم لهم عواطف، لهم مشاعر. فحينما يعتبر شخص ما أو عضو ما قوة حتى ولو كان قياديا أنه تم المس بشخصيته أو الإساءة إليه، فإنه يرد، فإنه قد يرد، وقد يكون رده أيضا يزيد في توتير الأجواء. الأساس هو أن تكون كما قلت التوجهات العامة والتوافقات الأساسية مضمونة. ولحد الآن على كل حال رغم الخلافات أو الاختلافات بين إذا كانت التي قد يكون لها في بعض الأحيان طبع شخصي، فإن قابلة للتجاوز، قابلة للتجاوز. ولكن ما هو غير مقبول هو أن يكون الخلاف حول الخط السياسي، حول الاستراتيجية النضالية، حول المشروع المجتمعي. هذه هذا النوع من الخلافات من طبيعة الحال الكبرى هي التي لا يمكن أن يتحقق مع الاندماج. ربما ولكن هذه من النقاش اللي كنت سيبوته ولا باقي كاين، أن هذه الأمور مطروحة ندير على المقاطعة جزء من هذا النقاش الأخير ربما كاين باقي داخل الفيدرالي. كيفاش غتعاملوا مع التيار اللي هو رافض للاندماج؟ تيار اعلن على انه يعني الخطوات اللي اتخذت يعني خطوات ربما الى قريناها بصيغه اخرى يعني غير تنظيميه، لا حق للهيئه التقريريه ان تتخذ مثل هذه القرارات، قرار كبير للاندماج، قرينا البلاغ وعرفنا. كيفاش غتعاملوا مع السي بوطوال؟ هذه مواقف من طبيعه الحال اللي جات كردود فعل مباشره من بعد الهيئه التقريريه، او ردا على القرارات ديال الهيئه التقريريه، البيان اللي صدر على الهيئه التقريريه.
هي في الحقيقة ردود فعل مؤسفة، وأنا شخصيا أعتبرها ردود فعل متسرعة ومبالغ في حدتها، ودائما تنطلق كما يقال من أن الآخر يريد بي شرا، بمعنى أن المختلفين معي يريدون الإيقاع بي في مطبات أو في فخ ما، ولذلك يعني يعلن الرفض ويعلن التمرد على ذلك التوجه العام. باعتقادي هذه كما قلت مواقف متسرعة ومبالغ فيها، نتمنى أن نتمكن من تجاوزها بالحوار العميق، بالنقاش الديمقراطي، بالحوار الرفاقي، وبتصفية الأجواء داخل الفيدرالية، خاصة أثناء التحضير للانتخابات، لأن نحن الآن مطالبون جميعا بالانخراط بأكثر ما يمكن، بأكبر ما يمكن من قدر، بقدر ممكن من الانسجام في التهيئ للانتخابات. ومن طبيعة الحال نراهن أن الموضوع تكون الانتخابات قنطرة عبور وجسر عبور لتحقيق اندماج. وكما قلت، بما أنه الإجماع مستحيل، قد يبقى بعض الرفاق مترددين في الالتحاق بقافلة الاندماج أو بالاندماج. وتذكرون أن حتى في تشكيل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بعض الشخصيات القيادية مثل عبد الرحيم بوعبيد لم يلتحق مع بقيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية إلا بعد سنة من تشكيل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، لأنه كان متحفظا على الانشقاق عن حزب الاستقلال ومتحفظا على تشكيل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. فهذا قيادي من مستوى عبد الرحيم بوعبيد، فبالأحرى بالنسبة للمناضلين عاديين وحتى ولا أو قيادة وسطى أو قيادة محلية اللي لم تقتنع لسبب من الأسباب، بسبب إما قلة الخبرة أو قلة التجربة السياسية، أو بسبب يعني عدم الاقتناع بالخط العام للفيدرالية، وانطلاقا من تقديرات أخرى أو من تقديرات مختلفة يتم التصريح بها. وطبعا الحال نحن نعتبرها جزء من الضغوط، أو نوع من الضغوط الداخلية، نوع من الضغوط الداخلية لتأخير يعني أفق الاندماج إلى أجل غير مسمى أو إبعاده كليا. وأعتقد أن ديناميكية الاندماج انطلقت كما قلت منذ بداية 2017، وهي مستمرة وستستمر. نتمنى أن لا يتخلف أحد عنها، سواء كان مناضلا عاديا بالقواعد الحزبية أو قيادة وسطى، أو حتى يعني في القيادة السياسية للأحزاب الثلاثة. ولكن إذا حدث فمن طبيعة الحال السنوات أو المستقبل وحده هو الذي سيقدم الإجابة القاطعة على كل الافتراضات المطروحة الآن. نعم، فكرة واضحة سي بوطوال، أنتم تراهنوا على الانتخابات أن تشكل قنطرة نحو يعني الاندماج اللي يكون في واحد يعني بواحد المضمون اللي كتأملوا أن يكون مضمون يشارك فيه الجميع ويكون عنده أهداف جيدة. اسمح لي قبل ما نرجع الموضوع ديال الانتخابات، كيف تعلق على بعض الأفكار ربما أو بعض الأصوات يمكن تكون قليلة ولكنها يعني تحذر من خطر الاندماج على الأحزاب؟ كاين بعض الأصوات اللي كتقول بأنه ليست هناك يعني الحد الأدنى للشروط لخلق هذا الاندماج غير متوفر، وبالتالي المستقبل تدي الأحزاب الثلاثة وربما سيكون له صورة ليست بالوردية نهائيا. هذا ما أسميه أنا بالنسبة لي الشجرة التي تغطي الغابة. كيفاش؟ شرح لنا الشجرة وشرح لنا الغابة. أو رؤية العالم ورؤية ما يجري في الخارج من ثقب الباب. تعرفون أن الخطر الحقيقي هو الذي يتهدد وجود اليسار واستمرارية اليسار في هذا البلد. اليسار، الوجود اليسار الحقيقي الديمقراطي التقدمي أصبح بين قوسين، أصبح مهددا حقيقة في الوجود ديالو، يعني في الوجود ديالو. واستمرارية اليسار تتوقف على اندماجه، على توحيده. تعرفون أنه اليسار فشل في تحقيق ما كان يطرحه في السبعينات، التغيير الجذري، ثورة سياسية أو تغيير النظام السياسي، وفشل حتى في تحقيق الانتقال الديمقراطي في نهاية التسعينات وبداية هذه الألفية.
فلا يعقل أن ينتهي نهاية سيئة ويفشل حتى في توحيد مكوناته، لأن مستقبله يتوقف على توحيد مكوناته، كما حصل في اليونان مع سيريزا، كما حصل في إسبانيا مع بوديموس، كما حصل في البرازيل مع حزب الذي أوصل لولا الرئيس لولا إلى الرئاسة، كما حصل في جميع الدول. جميع التجارب الناجحة تثبت أن مستقبل أي حركة يسارية يتوقف على اندماج مكوناتها أو على اندماج جميع المكونات اليسارية أو أغلبها الموجود في المجتمع. فاليسار المغربي الآن هناك يعني علامة استفهام كبيرة حول مستقبله إذا لم يسترجع مصداقية خطابه السياسي، إذا لم يسترجع قاعدته الجماهيرية، إذا لم يسترجع كتلته الناخبة. واسترجاع كتلة الناخبة والقاعدة الجماهيرية ومصداقية الخطاب السياسي، كل هذا مرهون بوحدة اليسار وبقدرة مكونة هذا اليسار على الاندماج، لأن ما يجمع هذا اليسار يجمع أكثر من 75 أو 70% من 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 القضية المشتركة من المواقف. وهناك خلافات حول ما أسمينا 10 أو 15 حتى 20%. لا يعقل أن نهمل 70 أو 75% أو حتى 80% التي تجمعنا ونركز على 20% أو 15% التي تفرقنا. هذا غير معقول وغير منطقي، بمعنى هذا يعني ضد العقلانية السياسية. الواقعية الثورية، العقلانية السياسية الذكور، تفرض على هذه القوى وخاصة أحزاب المكونة الفيدرالية التي انخرطت في برنامج تحضيري وفي ديناميكية الاندماج أن تتخلف عن موعدها، ولأن ذلك إذا فشل هذا المشروع لا قدر الله، الأحزاب الثلاثة كلها ستتأثر بشكل قوي وستتراجع مصداقيتها. وأنذاك هذا هو الخطر الحقيقي. الخطر الحقيقي هو أن لا يتحقق الاندماج وليس العكس. طيب، في العلاقة مع الانتخابات، وقرينا القرار وأنه سيتم يعني في هذه المرحلة الانتقالية كيف ما قلت في بداية البرنامج، أنه قد تمتد إلى سنتين، سنة ونصف أو حتى لسنتين، باش يمكن يبان هذا المولود السياسي الجديد، الحزب الموحد ديال ثلاثة الأحزاب ديال الفيدرالية. هناك من يعتبر أيضا في هذا النقاش ديال تأجيل الوحدة إلى ما بعد الانتخابات، وعاد كيعتقد بأنه ضاعت فرصة أخرى أمام الفيدرالية كي تكون حزبا موحدا وتدخل هذه الانتخابات كحزب وليس كفيدرالية. صحيح، أنا أيضا لدي هذه القناعة. فعلا أضعنا موعدا، أضعنا فرصة، وهذا يعني كما قلت راجع للصعوبات التي واجهناها، ومنها يعني صعوبات موضوعية، يعني ما تأثير سلبي للجائحة، لأنه أثرت على المشهد السياسي بكامله، أثرت على جميع الأحزاب وخاصة على قوى اليسار طبعا التي تعاني من الإقصاء ومن التهميش خاصة على مستوى الإعلام العمومي. وبالتالي هذه القوى تبقى غير مرئية للشعب المغربي، تبقى غير منظورة الأغلبية الساحقة من الجماهير، رغم أن وسائل التواصل الاجتماعي قد ساهمت نسبيا خاصة بالنسبة للشباب الواعي والمتعلم والمثقف الذي يستعمل هذه الوسائل في متابعة ما يجري، ومكنت قوى اليسار وأحزاب اليسار الفيدرالية من عقد عدة ندوات رقمية ومن التواصل عبر هذه الوسائل، ولكن لا زالت مغيبة أو غائبة عن وسائل الإعلام العمومية. فطبيعي أن كنا نأمل فعلا أن ندخل الانتخابات بشكل أفضل وبشكل أرقى وبشكل أحسن مما فعلناه سنة 2016، وهذا كان يتطلب يعني أن تكون الفيدرالية قد أنجزت اندماجها أو اندماج أحزابها. لم يتحقق ذلك، ولكن لا نعتبره إخفاقا كبيرا، بالعكس سنحاول أن نجعل من الانتخابات أيضا فرصة جديدة لتعميق التوافق، لتعميق الانسجام، للتغلب، لأنه مشكلة في بعض الأحيان في العمل السياسي بين الفرقاء هي أولا أن يتعرفوا جيدا على بعضهم البعض، أن يتيقوا في بعضهم البعض، لأن مشكلة العمل السياسي هنا تتخلص في نقطتين أساسيتين، أولا ثقة، وثانيا ميزان القوى. أن يعي جيدا القائد السياسي أو القيادة السياسية، أن تعي جيدا وتحسب جيدا لميزان القوى،
وطبيعة اللحظة السياسية وأيضا للثقة، لأنه الثقة هي أساس العمل السياسي. إذا غابت الثقة بين الفرقاء أو بين الشركاء من طبيعة الحال فالمشروع المشترك يتعطر، المشروع المشترك يتعطر. وبالتالي فالآن نحن نعاني من أزمة ثقة أولا على المستوى المجتمع، هناك أزمة ثقة عميقة في المؤسسات، أزمة ثقة في الأحزاب، في كل المكونات، حتى في النقابات، حتى في الجمعيات. الأغلبية يعني المواطن والمواطنات يتابعون يعني من بعيد وينتظرون ماذا سيقع، ماذا سيتحقق. ومع الأسف في أزمات الكوفيد 19 لم تساعد في هذا المجال. وبالتالي فأولا وقبل كل شيء، ولذلك نحن نطالب بالفراغ السياسي، نطالب الأجواء السياسية باقتراح المعتقلين، بالمصالحات. ومن طبيعة الحال إذا كنا نطالب بالمصارحة والمكاشفة والمصالحة داخل المشهد السياسي العام، فبالأولى بيننا داخل الفيدرالية لابد أن تكون هناك مكاشفة ومصارحة وتعميق النقاش وتعميق الحوار وتصفية الأجواء، ليس فقط داخل الأحزاب الثلاثة، ولكن حتى بين الأفراد، حتى بين القيادات والزعامات والشخصيات المكونة لقيادات الفيدرالية. أنا في حقه طرحت هذا السؤال، ما بقاش لي في حقه كثير من الأسئلة طرحته، لأن هناك من يتساءل على أنه ربما قد تفقد الفيدرالية يعني بعض الأصوات أو الكتلة، بعض الأصوات في الكتلة الناخبة، خاصة اللي كانت كتنتظر يعني ولادة هذا المشروع السياسي الكبير اللي كتسميوه بالحزب الموحد. كنتوا وعدتهم في مرحلة ما قبل انتخابات الشرعية السابقة، ولحد الآن كيبان بأنه مازال ما خرج إلى حيز الوجود، وأنه مازال واحد المرحلة انتقالية ديال سنة ونص إلى حدود سنتين. نبغي نسول السي علي بوطوالة، وحنا على مشارف نهاية الحلقة، كيفاش كتصوروا الشكل التنظيمي للحزب في المرحلة المقبلة، خاصة بعد التشكيل يعني اللجنة التحضيرية؟ واش كاين هناك توافقات بين الأحزاب؟ بديتوا كتناقشوا في هذه الأمور رغم أن أهمية كبرى في تمثيل الأحزاب في المؤسسات التنظيمية للحزب المقبل. وبالنسبة لعمل اللجان، يعني تحققت خطوات مهمة، لجنة الهيكلة يعني أنجزت يعني ساهمت في هيكلة مجموعة من اللجان من الهيئات المحلية الجديدة. كل تقريبا أسبوع الآن أصبحنا نتابع تشكيل هيئة محلية في منطقة أو في نقطة من نقاط الصعيد الوطني، هذا شيء إيجابي. كذلك اللجنة التي كلفت بالإعداد للورقة التنظيمية أو المنظور التنظيمي أو الرؤية التنظيمية توصلت إلى خلاصات مهمة، على الأقل خلاصات أولية لم تصبح نهائية بعد، لا زالت في حيز النقاش. وهو مثلا من هذه الخلاصات اعتماد مثلا التيارات الفكرية بدل التيارات التنظيمية، لأنه عمليا بقاء التيارات التنظيمية يجعلها في بعض الأحيان تتصرف وكأنها أحزاب داخل الحزب، تصدر بيانات، تعقد ندوات إلى آخره، تتصرف كأحزاب صغيرة داخل الحزب الكبير. ولذلك يعني هناك فكرة ديال أن الإبقاء على التيارات فكرية وليس التيارات التنظيمية، لأن هذا سيساعد من طبيعة الحال على إغناء النقاش وإغناء فكر الفيدرالية ومن طبيعة الحال المشهد السياسي بشكل عام. ولكن في نفس الوقت تجاوز سلبيات التيارات التنظيمية. بالنسبة للمستوى السياسي، يعني هناك تبني استراتيجيات الملكية البرلمانية التي لازالت مطروحة كشعار، ولكن من طبيعة الحال للوصول إلى ذلك لابد كما يقال من خرق القتاد، لابد من نضالات، لابد من مسلسل نظام تحقق تراكمات إيجابية، لابد من تغيير ميزان القوى، لابد من ظروف سياسية مناسبة إلى آخره. فبالنسبة على المستوى الهوية والخط السياسي، على المستوى الهوية يعني كاين تم إنجاز ورقة مهمة جدا فيها خلاصات مهمة، يعني كاين توافقات كبيرة أو قناعات مشتركة، لأنه في نهاية المطاف الأحزاب الثلاثة تريد بناء مجتمع اشتراكي. فالاشتراكية على مستوى التطبيق، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى البيئي، ليست هي الاشتراكية على مستوى الفلسفي كمنهجية وكرؤية للكون.
ففي هذه الرؤية وفي هذه المدينة يمكن الاختلاف، ولكن بالنسبة للاشتراكية كبناء اقتصادي، كبناء مجتمعي، كمشروع مجتمعي لا يمكن الاختلاف. فالمجتمع إما أن يكون مجتمعا اشتراكيا أو غير اشتراكي، وبالتالي الاشتراكية في الواقع، الاشتراكية الواقعية أو القابلة للتطبيق في هذا الأمر، لا أعتقد أنه ستكون هناك خلافات، لأن الكل يريد البناء الاشتراكية. لا أحد ضد بناء مجتمع اشتراكي، ولكن طبيعة هذا المجتمع، طبيعة هذا المجتمع الذي نريح أن يكون هو اللي فيه يجمع نقاش. بين الديمقراطية الحقيقية الواسعة والمباشرة السياسية، وبين المساواة والعدالة الاجتماعية، وبين المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة. هذه كلها يعني خطوط عريضة، لا أعتقد أنه شيء سيختلف أحد حولها. إذن عمليا، ولذلك قلت أن ما يجمعنا أكثر نعم كثيرا مما يفرقنا. طبعا هناك الطموح للزعامة، هناك مما الطموح في هذه يفرقكم. أشياء نعم أخرى، هذه أشياء أخرى تدوب في السيرورة النضالية العامة. وصلنا إلى نهاية الحلقة. شكرا سي علي بطوالة، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطية الاشتراكية وقيادي في فيدرية اليسار الديمقراطي. مشاهدينا، نضرب لكم موعدا في حلقة أخرى. إلى اللقاء.